السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه المراجعة لأول فولد مقدم من جوجل. إيش؟ جوجل؟ جوجل؟ بيكسل 9 برو فولد يا ابن الحلال، في بيكسل فولد اللي قبل. لا لا لا، هذا أول فولد حقيقي مقدم من قبل جوجل، الأول كان سيء على مستوى 1000000%، تمام؟ أسوأ جوال قابل للطي قدم في عام 2023 كان بيكسل فولد بلا منازع. جوجل كان ممكن يسمى بيكسل فولد 2 وخلاص قضينا. ليش الاسم معقد؟ ما ادري، بس عموما هذا تغير 180 درجه ما تخيلوا. اعطوني رايكم في خانه التعليقات. اول شيء التصميم وجو التصنيع، صحيح البزل ما كلام وجاي باسلوب الكتاب القابل للطي او الصفحه المطويه عفوا، لكن اوكي يا رجل، 8 انش 8 8 انش اكبر جوال فولد بمقاس 8 انش، حتى الشاشه الخارجيه صارت الان 6.3 انش، ال تي بي او 120 هرتز، اولد 2700 نتس، افضل شاشه قدموها في حياتهم مقارنه بالمخيس اللي قدموه السنه الماضيه. شاشه تفتح نفس، وصدقني مع الصوتيات المبهر اللي جاي من هذا الات محمول راح تستمتع في مجال الجيمنج، راح تستمتع في مجال الملتي ميديا بشكل ما تتصور مع هذا الات محمول. اي يعني شوف، انا حطيته جنب الجالكسي فولد وحطيته جنب الهونر واللي كان قريب منه صراحه في نظام العرض اقصد. شوف كيف جاي حجمه جدا جدا كبير، هو اكبر هاتف تقنيا. النسخه الصينيه خاصه بالبيفو فولد الجديد 8.03 انش، بس يعني عالميا هو اكبر رقم واحد صراحه. فشاشات افضل وصوتيات افضل، الكاميرات يا رجل السنسر تغير كامل كله، 48 ميجا بكسل كاميرا اساسيه، وعندك الان تليفوتو 10.8 ميجا بكسل تقريبا بصير 5 مرات، و10 ميجا بكسل للالترا وايد، و10 10 للكاميرا الداخليه للشاشه الداخليه والشاشه الخارجيه. ففي سيستم تغير في موضوع الكاميرات، وراح اتكلم عن جوده الكاميرات لاحقا ان شاء الله. بطاريه ممتازه 4650 ملي امبير، نعم بطارية ممتازة. صح الشاحن مو موجود داخل صندوق، وحتى الشاحن بطيء مقارنة بالمنافسين، لكنه اوكي بطارية ممتازة. الترا وايد باند، بصمة مع زر الطاقة، 5G واي فاي 7، فكل التقنيات مع معالجة تنسر جي 4، فجميل الشغل اللي اشتغلوا فيه في هذا الهاتف مول. ولا ننسى الضمان اللي هو تحديثات الى 7 سنوات، ففي شغل مشتغلين فيه بشكل نظيف يخليك تقول وش سويتوا انتوا في السنة الماضية، استهبال. لكن اذا جينا نتكلم عن الميزات والعيوب الخاصه بهذا الهاتف المول، فاقول لك اول ميزه التغيير اللي سواه، وخاصه الشاشه والصوتيات. البطاريه جميل جدا، والسيستم اللي هو مضمون لك 1000000% من جوجل في موضوع التحديثات، هذا لا شك فيه انه ممتاز جدا جدا ممتاز. لكن بالنسبه للملاحظات، نعم تنسر جي 4 معالج ممتاز مقارنه بالجيل السابق، لكنه مقارنه بالمنافسين احس انه موقف امكانيات هذا الهاتف المحمول. يعني لو كان في كوالكوم، لو كان في الدايمنسيتي 9300، انت تتكلم عن جوال ترى على فكره بسعر يبدا من 1990 دولار امريكي، فما هو برخيص ما هو برخيص. فبالتالي احس انهم ظلموا هذا الجوال بالمعالج الخاص فيه. نعم توافق الهاردوير والسوفتوير جميل مع المهام اليوميه، لكن لو تحطه بالمنافسين تحس ان المنافسين افضل. الشغله الثانيه الكاميرات، نعم الكاميرات افضل من الجيل السابق، لكن نرجع نقول مقارنه بالمنافسين المهوب الافضل بكل تاكيد. والشاحن اللي انا اضطريت اني اشتريه بطيء بشكل مزعج الصراحه، وهذا الشيء اللي فعلا ماني عارف مفهوم التصميم. الأمانة جميل، لو شالوا البزل هذا حس انه بيعطونه جمالية افضل للشاشة، ويمكن يكبر اكثر، بس انه يعني هذه ملاحظة بسيطة مش يعني سلبية بشكل كبير صراحة. الان السؤال الاخير، هل انصح فيه؟ والله شوف يا صديقي، مو متوفر عندنا الضمان، اكسسوارات لو طاح منك، لو كسر منك، لو صار في شيء، خدمات الكاملة ما هي مدعومة عندك بحكم انها AI او بحكم انه الـ VLTE او الـ Wi-Fi calling، ممكن الـ 5G يشتغل عندك وشغال عندي يعني. انا على شريحة الـ STC ممتاز، لكن انا الصراحة ما راح انصح فيه، لانه والسبب بسيط زي ما قلت لك، مو متوفر عندنا والبدائل موجودة بشكل افضل بكثير، الا في حال واحد تحب حبا جما نظام الاندرويد الخام وتبي تحديثات ال7 سنوات وذكاء اصطناعي بجوجل وقلبك نابع بجوجل. انا اقول لك صراحه افضل بيكسل قدموه هذه السنه صراحه يعني. نعم 9 برو الاكسل ممتاز،
لكن هذا صراحة يخليني أرجع أستخدمه كل شوي، لأنه فعلاً فعلاً 8 إنش تفرق تفرق والله تفرق يا جماعة الخير. آيباد ميني، آيباد ميني، فبرافو جوجل وشكرا على أنكم ما وفرتوا أجهزتكم إلى الآن.